هم النازحون في سبيل الحياة، غادروا منازلهم كراهية خوفا من رصاص طائش أو قذيفة في معارك ضارية تجري رحاها في مناطقهم بمحافظة الحديدة. لا تخلو الطرقات من قصص العابرين عليها ولا من مأساتهم ولا تلك المخيمات التي استقبلتهم في أماكن الإيواء، فالهروب من الموت يكلف الكثير والنزوح يكلف أكثر. لذا تعلو النداءات وتتكرر من أجل إغاثة نازحي الحديدة الذين قدر عددهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بنحو 80,000 أسرة توجهوا إلى عدة محافظات أخرى أو إلى مناطق آمنة في الحديدة. التقرير الأممي أشار إلى أنه رغم حجم الجهد الإنساني المبذول لتلبية احتياجات النازحين إلا أن الأزمة لا تزال حادة. النداءات أيضا جاءت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي جددت دعوتها لجميع الأطراف في اليمن إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في مدينة الحديدة، بينما اتهمت الحكومة بدورها ميليشيا الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية في المدينة. وأضافت أن ميليشيا الحوثي تتمركز على أسطح منازل المواطنين وتستخدم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات عسكرية. أما عن المساعدات الإنسانية في ظل هذه النداءات والاتهامات المتبادلة فحتى الآن لم تصل مساعدات تتناسب مع ضخامة أعداد النازحين المعلن عنها، بل حتى لا توجد خطة طوارئ تم إعلانها أو سيتم. تتحدث المنظمات الإنسانية عن هول النزوح في الحديدة وتسجل أرقاما جديدة كل يوم، وحين تشير إلى جهود الإغاثة تشكو المنظمات من خطورة الممرات الإنسانية وعجز بعض الفرق الميدانية عن الحركة جراء المواجهات، وإن وجدت يقول سكان محليون فهي شحيحة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المطلوبة والضرورية.